الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نعصي ثناء أن عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى أطهر الله اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كلما ذكرك وذكره الذاكرون كلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون وسلم تسليما كذلك اللهم أوصل صواب ما قرأناه هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى وإلى أروع آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته كلهم أجمعين وإلى أروع جميع الأنبياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين وإلى أروع آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأحبابنا ومشايخنا وأساتذتنا إلى أروع من دفن في هذه البلدة من عبادك الصالحين إلى أروع جميع أوليائك من مشارق الأرض إلى مغاربها وإلى أروع المصنفين الكتب التي قرأناها وطالعناها من علماء السنة والجماعة وإلى حضرة روع شيخنا شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني وإلى حضرة روع شيخنا شيخ السيد أحمد الكبير الدفاعي وإلى حضرة روع شيخنا بالعسن علي الشاذلي وإلى حضرة روع شيخنا حجة الإسلام أبي حامد الغزالي وإلى حضرة روع شيخنا شيخ زين الدين المخدوم المعبري وإلى أروع أصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم العلية اللهم انفعنا بهم بعلومهم وأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا اللهم أورثنا بقضاء حاجاتنا الفرح والسرور اللهم اكفنا كل البلايا والشرور اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الفائزين يوم القضاء والنشور اللهم امد لنا في أعمارنا ووسع لنا في أرزاقنا وبلغ لنا أمالنا وصحح لنا جسامنا اللهم عافنا وعاف مبتلانا من بلاء الدنيا ومصيباتها ومرضها وضيق عيشها وعذاب الآخرة اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا فيما قدرت لنا به من نعمة وآلاء بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين سيما في الأمر الذي عزمنا على إمضائه يا رب العالمين اللهم يا معتق الرقاب يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب أجه لنا سببا لا نستطيع له طلبا اللهم ما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته خيرا ورشدا بحرمة هؤلاء شرفاء الكرماء المذكورين قولوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دعواهم فيها سبحانك وآخر دعوة